التوفيق ومعارض أخرى إن شاء الله. افتتاح معرض ناحية بصية. المعرض هي صور فوتوغرافية. طبعا هذا المعرض هو يحاكي جميع يعني نقول جميع ظروف البادية، الظروف الصيفية الشتوية. طبعا ذاك سوينا احنا لخصناها بصور، صور قليلة نعم، وكانت هنا بعض مثل عندنا بعض المنتوجات اللي هي تكون حصريه من ناحيه الصيد، مثل عندنا ادوات الصيد، مثل عندنا الغزل، طريقه الغزل البدائيه. انشأ المرصد البدوي الفلكلوري العراقي في ناحية بصية سنة 1916 بمبادرة أتت من قبل وزارة الثقافة العراقية، دائرة العلاقات الثقافية العامة في بغداد، التي أنشأت قبلها مرصدين آخرين هما مرصد البيئة الجبلية أو مرصد المنطقة الجبلية ومرصد الأهوار. اتخذت من محافظة المثنى أن تكون هي المكان الملائم والمناسب لهذا المرصد، واتخذت من ناحية بصية باعتبارها تمثل عمقا في صحراء بادية المثنى. بادية المثنى تشكل ثاني محافظة عراقية بعد محافظة الأنبار بمساحة 11% من مساحة أرض العراق. هذه البادية غناء وتمتلك غنى واسع في عدة مجالات، من ضمنها المجال البدوي، حيث يتواجد البدو الرحل في هذه المنطقة منذ آلاف السنين على أرضها، ولا زال الناس يستخدمون الطريقة البدائية في التعامل. المرصد حقيقة هو شيء يوثق هذا التاريخ وهذه الإنجازات وتعشيقها بين الماضي والحاضر. المرصد يحاول الحفاظ على صون وتراث هذه البادية من خلال جمع الوثائق ومن خلال جمع اللقى والأثاث والملابس والفرش والأنواع الأغذية وكل ما له علاقة وشأن فيما يخص البدو الرحل. والله الترابط كان شديد وقوي بالأربعينات والخمسينات أو قبلها، لأن كانت أكو مواصلة بين أهل البادية مع المدينة، فتشوف المدينة عايشة هذا الجو البدوي اللي هو محطتهم للمدنية البدوية، فيجون مثل ما قلنا يتبضعون ويرجعون يوميا.